حرز 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 هذا هدي يهود كاع اليوم. الساعة 12 زوالا تلقت مصالحنا نداء استغاثة. مباشرة بعدما تلقينا نداء النجدة توجهت إسعافاتنا إلى عين المكان هنا بالضبط بدوار بلقايد دائرة بلدية بلجير، حيث سجلنا انجراف للتربة مصحوب بانهيار لبعض السكنات. الحمد لله لم نسجل أي خسائر بشرية لحد الآن. ما قمنا به شكلنا خلية أزمة، بمجرد رحت شفت المشكل كيفاش نحلوه. أولا خرجنا مع الحماية المدنية، خرجنا بسرعة لفامي أريسك أغرون ريسك اللي موجودين لي ميزون اغرون ريسك، يعني لي بيدون فيل هذاك اللي خرجناهم لشكل خطر كبير باش ما كان حتى خسائر بشريه. بقدر دروك نتكفلوا بهم مؤقتا ومام تو مع الكونفينمون اكسيتيرا، نتكفلوا بهم مؤقتا في دار الشباب في لوبرج تاع بلقايد، اون اتوندون تدرس الحي الفوضوي كباقي الاحياء.